السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا لهذا اليوم ستكون عن موضوع التوجه التعليمي، أي التخصص الذي يختاره عادة الإناث أو الذكور لمتابعة التحصيل في الجامعات. اختلف الباحثون في هذا الموضوع، هل هذه الاختلافات الموجودة بين الذكور والإناث في التوجه التعليمي هي اختلافات فطرية أم اختلافات مكتسبة؟ لذلك حتى يجد الباحثون التعليل لهذه التوجهات المختلفة، سنتناول الأمر من الناحية الإحصائية، ولا بد أن نذكر أن هناك عوامل كثيرة تلعب دورها في هذا التوجه التعليمي، وهذا ما يشرح اختلاف الإحصائيات أحيانا من بلد لآخر. فكثيرا ما نجد اهتمام الفتيات بأحد الفروع في بلد، بينما نجد عندهن يشكلن الأغلبية في دراسة أحد الفروع في بلد آخر، ولكن هنالك نظرة شمولية عامة نستطيع من خلالها أن نستنتج التوجه الرئيسي الموجود بشكل عام عند الذكور أو عند الإناث. فقد أجريت مثلا دراسة في فرنسا، دراسة إحصائية سنة 2010 لبحث نسبة البنات في كل كلية من الكليات، فوجد أن نسبتهن في كليات اللغات تصل إلى 73%، في كليات الآداب 71%، كليات العلوم الإنسانية 67%، الصيدلة 67%، الطب البشري 61%، أما العلوم والفيزياء والكيمياء ف27.6%. ووجد أن عادة مقارنة بهذه الإحصائية وبإحصائيات كثيرة، أن البنات يشكلن القسم الأكبر من الطلاب في كليات اللغات بشكل عام وكليات الآداب. والاهتمام الرئيسي في التوجه العلمي وفي اهتمام الإناث يكون بدرجة أولى كما ذكرنا كليات الآداب واللغات، ثم تأتي في درجة ثانية الكليات الطبية التي تشمل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، وتبتعد الفتيات عادة عن كليات العلوم والفيزياء والكيمياء. وهناك بعض القواعد التي لوحظت من الدراسات الإحصائية، مثلا فأن تفوق البنات في المهارات اللغوية، ذكرنا عندما تكلمنا عن اللغات والتطور اللغوي عند الأطفال أن الإناث يتفوقن على الذكور في المهارات اللغوية، ولعل هذا التفوق في المهارات اللغوية هو الذي يمنحنها القدرة على المتابعة وعلى الإبداع في كليات اللغات والآداب. ولذلك لوحظ مثلا أن معظم مدرسي اللغات هم الإناث، حيث يشكلن 75% من مدرسي اللغات هم إناث. اهتمام البنات بالتواصل الاجتماعي واهتمامهن بالناحية الاجتماعية هو السبب في إقبالهن على العلوم الطبية. الأهل أيضا هناك نظرة الأهل، الأهل عادة كما ذكرنا سابقا في إحدى المحاضرات أنهن يبدين اهتمام أكبر بعلوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات عند الذكور، ويساعدوهم بشكل أكبر، ويقدمون لهم المساعدة، بينما اهتمامهم بهذه العلوم عند الإناث يكون أقل. لذلك غالبا بمساعدة الأهل بمساعدة المدرسين يكون تفوق الذكور في هذه المواد أكثر من الإناث. لوحظ بشكل عام أن في المدارس المختلطة يكون تفوق الإناث محدودا، بينما في المدارس التي يكون يعني ذات الجنس الواحد أنوث إناث أو ذكور تتفوق الإناث كثيرا، ويبدو أن هناك رهبة للإناث في المنافسة مع الذكور، واعتقادهن أن الذكور هم أفضل منهن في الرياضيات هو الذي يجعلهن أحيانا يخشين المنافسة ويرضين بالمركز الثاني أو الثالث. إذن إبداع وتفوق البنات في المدارس المختلطة هو أقل منه في المدارس المقتصرة على البنات فقط. كذلك نرى أن
في امتحانات الشهادة الثانوية بشكل عام تفوق البنات في الرياضيات والعلوم يختلف من بلد إلى آخر. مثلا في بلدي سوريا نرى أن التفوق بشكل عام يكون لصالح البنات أكثر من الذكور في مثل هذه المواد في امتحانات الشهادة الثانوية، ويكاد تكاد البنات يشكلن النسبة الأكبر من المتفوقين على القطر في المراكز العشرة الأولى، مما يدل على أن هناك دور كبير للأهل والمجتمع في التوجه نحو المواد والتفوق فيها. من ناحية أخرى، وجد أن التعليم تحت الضغط، يعني بوجود تهديد، بوجود وسائل ضغط مختلفة، يفلح عند الذكور أكثر من الإناث. الذكور تحت الضغط يقدم عفوا نتائج أكبر، أما البنات فتحت الضغط يقدمن نتائج أضعف. لذلك مثلا كثير ما تشكو البنات أو السيدات مثلا عندما يريدن أن يتعلمن قيادة السيارة، فإذا كان المدرب شديد اللهجة يهدد يستعمل ألفاظا جارحة، فإن البنت غالبا تفشل في تعلم قيادة السيارة، بينما الشاب عادة يفلح أكثر تحت الضغط. لذلك من أصعب الأمور أن يقوم رجل بتعليم زوجته قيادة السيارة، لأنه غالبا سيكون قليل الصبر عليها وسيختلفان كثيرا، وهي تحت الضغط لا تتعلم شيئا، وسيكون هذا التعليم سببا لخلاف بينهما. الأفضل أن يكون المدرب من خارج العائلة توفيرا للخلافات العائلية. نتكلم فقرة صغيرة عن التعليم المختلط حسب الدراسات التي أجريت في أمريكا وفي أستراليا وفي بريطانيا. كان الاتجاه في السبعينيات من القرن الماضي إلى أن التعليم المختلط هو الأفضل. فلذلك صدر مثلا سنة 1972 قرار في قانون أمريكي يحظر على المدارس الحكومية أن تقدم أي تقرير أو برنامج تعليمي أو أي نشاط يفصل بين الذكور والإناث على أساس الجنس. وأصبحت المدارس هي مختلطة بشكل إجباري في جميع المدارس الأمريكية. ثم تبين مع الوقت أن البنات يتفوقن أكثر في المدارس الخاصة بالبنات، وبدأت المطالبات بفتح مدارس وكليات في الجامعة للبنات بشكل خاص، وظهر في المجتمع سيدات درسن في مدارس خاصة بالبنات وكليات خاصة بالبنات وتفوقن في المجتمع. وجورج بوش الابن طالب بأن يسمح بعودة المدارس ذات الجنس الواحد حتى يعطى أبناء كل جنس فرصتهم للتفوق، لأنه لوحظ أن كل جنس يتفوق في مدرسته الخاصة بجنسه أكثر من المدارس المختلطة. وطبعا هنا الكلام هو كلام بحت عن الناحية التعليمية، ولا يوجد كلام عن الناحية الأخلاقية التي قد لا يهتم بها كثيرا في تلك المجتمعات. فمادلين أولبرايت التي هي أول امرأة تعين كوزيرة للخارجية في الولايات المتحدة، وجرين بارش أول امرأة تحصل على جائزة نوبل للسلام، والسيدة إليزابيث هوي سينغتون أول امرأة تصل إلى رتبة جنرال في الجيش الأمريكي، كلهن تخرجن من كليات خاصة بالبنات، لذلك كانت مطالبتهن بوجود مثل هذه المدارس. في أستراليا أجرى المجلس الأسترالي للبحث التربوي دراسة دامت 6 سنوات على عينة كبيرة من الطلاب، شملت 270 ألف طالب و25 مادة دراسية، وتبين أن الطلاب والطالبات الذين تعلموا في مدارس منفصلة الجنس حصلوا على درجات أعلى 22% على نظرائهم ونظيراتهم الذين درسوا في قاعات مختلطة. هذه هي لمحة عن التوجه التعليمي لدى الذكور والإناث، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام.